تساعدني بين جهد المهم باش نصيح لك على الفكره. انا التدخل ديالي غادي كما قلت لك في واحد السياق ديال واحد واقع مر. انا غادي نبدا بالاخوان نهضروا شويه كيتفائلوا، حنا متفائلين وديما كنقولوا بلا ما يكونش التشاؤم ولا شي حاجه، ولكن انا ولد مدينه الناظور والدائره 5 هنا عند البحر، 42 سنه في العمر ديالي ما عمر ما شفت الوضعيه الكارثيه اللي شفتها في فتره هذا السن. انا عندي الاولاد هنا راه كاينين حاضرين، الدري الكبير عنده 12 عام بدا كيغوت، قال لي هكذا هكذا غادي نقولها بالشعر، قال لي بابا قدر يتاخذ الغمغمس ولا هذه النهضه، غنقولها بالعربي باش يفهموا بعض الاخوان، قال لك انا في الناظور كنت نعيس، قال لي يلاه مشاو برا، مشاو مسافروا لطنجه ولا مراكش ولا هذا ولا هذا ولا هذا. اذا دابا باش نكونوا شويه موضوعيين، السياحه الموضوع هو هذا مزيان، كيفاش بغيت تسوق السياحه؟ دابا المشكل احنا راه انا اعوذ بالله من قلت هذا كنجي ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه دفتر في العام، كيكون عندي شي التزامات شي كنجي، الدراري كنجيبهم في الصفار، ولكن المشكل صله الرحم اللي كتشوف لها، لانه هذا تخوازيام كاتيام جينيراسيون، شنو درنا لهم مثلا هنا في الناظور باش يجي الناظور في القطاع السياحي مثلا، راه ما كاينش شي حاجه اللي كتستقطب الدراري اليوم باش يجي لك هنا الناظور فيما يخص السياحه. المشكل ديال الاستثمار، الاستثمار المستثمرين كاين هو بكثرة، واحد العدد الاخوة اللي كنهضر لك خلي المستثمر الاجنبي كنهضر لك على المستثمرين المغاربة ولاد المدينة، ولكن فينا هم؟ هربوا، ومن هنا كنهنيهم انه هربوا فواحد الفترة مزيان فين مشاو؟ كاين اللي مشى خصوصا المحور ديال الرباط والطالبين ونجحوا، راه ماشي كنسمعوا عليهم كنعرفوهم نجحوا، علاش؟ علامة استفهام. بخصوص المهرجانات، المهرجانات ارضاء الناس غايه لا تدرك، راه كاين مؤيد كاين معارض والاخر، ولكن وجهه النظر ديالي الشخصيه انا انها كتساهم كتلعب واحد الدور كبير في تحريك العجله ديال واحد العدد ديال الميادين في المدينه، راه المطاعم كيخدموا الاوتيلات كيخدموا الاقتصاد كتخدم واحد العدد ديال الاخر، ولكن ملي كنهضروا على المهرجانات راه حتى المهرجانات فيهم وفيهم. راه كنهضرك على المهرجان مثلا مهرجان الضحك، انا ماشي غادي ندافع على مهرجان الضحك ولا نتمنط له، انا الدراري راه هما هنا وغادي يحضروا هنا في الطاليه وديك الخسرة عجبهم الحال، وتقدروا تسولوهم يقولوا لكم يجاوبوكم على ديك فاش جا ديك الخسرة على قدر السيكتور ولا اخر النسخة الثانية جو بونس اللي انضمت ليه. مشكلة اخرى هنا ديال السياحة، هنا الحمد لله كاين المؤهلات كبيرة في الناظور، المشروع ديال ماركشيكا كما قال السي النائب الله من المحترم السي فاروق على الميناء ديال بويا فارع زنان والاخر، واحد العدد المؤهلات الطبيعيه، ولكن هذه المؤهلات راه دابا الاشكال هو هذا، هو هذا دابا مارتشيكا، راه دابا كنتمناو انه مارتشيكا تشد الناظور كامل وتهنينا، باش نشوف بينا من هذا الانتعاش اللي كتعرف هذه المنطقه هنا، كنتمناو انه ربما تشمل الناظور كامل احياء الناظور.